الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقه جديده. زي كل مره بنتكلم فيها عن اسعار الدولار وتوقعات سعر الدولار الايام القادمه، بقول لحضرتك لو حضرتك معاك قرشين بالدولار شايلهم في صوره استثمار، او انه حضرتك ليك دخل بالدولار، او حتى حضرتك بتضارب في الدولار، تابع الفيديو للنهايه عشان تعرف ايه اللي متوقع لاسعار الدولار في الايام القادمه. طبعا احنا كلنا شايفين انه في ارتفاع في سعر الدولار في السوق الموازيه، ولكن هقول لحضرتك دلوقتي ايه السبب وايه التطورات الجديده وايه اخر الكلام عن موضوع اسعار الدولار واللي متوقع انه توصل له في الايام القادمه، وايه سبب انه متوقع انه توصل للاسعار الرهيبه جدا دي. تعالوا مع بعض نتكلم في كل الكلام ده، ولكن يا ريت لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد. اول حاجه، عندنا ارتفاع جديد في اسعار الدولار في السوق الموازيه، وده اللي انا قلته لحضراتكم امبارح. قلت لحضرتك ان السوق السوداء لو اتاكدت من تاجيل التعويم هتشوف مستويات تانية خالص ممكن بكون ما شفتهاش لاول مره بتشوفها. اللي خلى سقف التوقعات النهارده بيوصل ل 45 جنيه لكل دولار امريكي، النهارده الدولار بيرتفع من تاني ل 41 جنيه، يعني بدا سقف التوقعات بيوصل تاني لاسعار ما جابتهاش قبل كده. هتقول لي جابت 42 و43، ولكن مش قبل اجتماع لجنة السياسات في البنك المركزي بيوم واحد. يعني معنى كده ان هو على يقين انه بكرة ان شاء الله لجنة السياسات في البنك المركزي مش هتعوم. وانا قلت لحضراتكم في حال تأكده من عدم التعويم هتشوف مستويات غير مسبوقة لأسعار الدولار في السوق الموازية. ليه؟ لان هو في حال التعويم هيبقى عنده سيناريو من اتنين، يعني هيبقى في احتماليه انه البنك المركزي يقدر يعوم ويقضي تماما على السوق السوداء، وفي احتماليه تانيه انه يعوم ويبقى مجرد رقم ارتفعنا ليه وتنفيذا لمتطلبات صندوق النقد الدولي، ولكن يكون في برضه مفيش المعروض مش كتير او البنك المركزي ما قدرش يوفر كميه من الدولار، ساعتها السوق السوداء لم يتم القضاء عليها. لكن اللي بيحصل دلوقتي انه لغى السيناريوهين تماما وبقى مكمل في سيناريو الارتفاع وقفزات جديده وكمان قبل الاجتماع بيوم واحد. كنا شفنا انه الدولار بيوصل 38 جنيه، وده طبعا بعد الارقام اللي تم الاعلان عنها وانضمام مصر للتكتل البريكس والارقام الاخيره اللي تم الاعلان عنها في برنامج الطروحات الحكوميه 1.9 مليار اللي اعلن عنها رئيس الوزراء. وبعد كده شفنا صفقه الشرقيه للدخان، وده وده هم دول الارقام الوحيده اللي دخلت لخزينه الدوله وتم الاعلان عنها. ولكن بالفعل شفنا ان السوق الموازيه بتنخفض ل 38 جنيه. بكره ان شاء الله عندنا اجتماع لجنه السياسات في البنك المركزي، هنشوف ايه اللي ممكن يحصل، ولكن تباعا بعد اجتماع الفدرالي الامريكي من المتوقع انه يرفع اسعار الفايده ما بين 2 ل 300 نقطه اساس. وفي توقعات تانية كتيره جدا بتثبيت اسعار الفايده اللي بتقول كده انه حضرتك بمنتهى البساطة كل محاولات رفع اسعار الفايدة في الفترة الماضية من قبل البنك المركزي لم تأتي بثمارها، وان هي ما كانتش حل جذري، والحل الحقيقي هو توفير الدولار، او انه حضرتك تتوفر دولار في برنامج الطروحات الحكومية، ساعتها تقدر تقضي على السوق السوداء جميع. وده اللي خلى كتير جدا من خبراء الاقتصاد في مصر بيتكلموا عن انه، واشهرهم بيتكلموا عن انه هيتم تثبيت اسعار الفايده. ولكن مش معنى انه هيتم ان انا بقول لحضرتك، او ان وكاله زي مثلا اتش تي سي الاوراق الماليه بتقول لحضرتك، وده رايها طبعا لا يستهان بيه خالص، مش معنى ان هي تقول لك انه هيتم تثبيت اسعار الفايده انه البنك المركزي هيمشي على التوقعات، لا خالص، ممكن يفاجئ حضرتك مفاجاه كبيره جدا بانه يرفع اسعار الفايده. الاجتماع الماضي كان من المتوقع تماما انه يثبت اسعار الفايده، ولكن رفع اسعار الفايده 100 نقطه اساس. ولكن المره دي مش من المتوقع حاجه واحده، هي حاجه واحده اللي يعني ممكن نكون شبه متاكدين منها، انه مش هيتم التعويم، لانه بمنتهى البساطه خلاص بقى في قرار بانه التعويم والمراجعه وصندوق النقد الدولي وكل الكلام ده والموال الكبير ده كله هيكون بعد انتخابات الرئاسه اللي مقرر ليها انها تكون اما في نهايات شهر 11 او بدايات شهر ديسمبر. بقالنا حوالي اكتر من 6 شهور البنك المركزي محافظ عند قيمة 30.85 وساعات يرتفع 30.90، وشفنا في بعض الايام 30.95، ودلوقتي في ثبات عند 30.90 بقالنا اكتر من 6 شهور. الغريبة بقى دلوقتي ان في كل وسط كل التضاربات في التوقعات انه السوق السوداء بترتفع وبتتعدى مستويات ال 41 جنيه. طيب، في تعجيل، الحقيقة في تعجيل في برنامج الطروحات الحكومية بشكل كبير جدا،
وده سبب في انتعاش غير عادي في البورصة المصرية ووصولها لمستويات النهاردة غير مسبوقة، لكن لحد دلوقتي ما عندناش أرقام وصلت خزينة البنك المركزي، يعني لم يتم الإعلان عن أرقام حقيقية ممكن ترعب السوق الموازية، لأنه زي ما قلت لحضراتكم الأرقام هي بس اللي بتعترف بيها. أما موضوع المحاولات والاستعدادات وبنعمل وهنسوي وكل الكلام ده كله، ده السوق السوداء ما بتعترفش بيه، بتعترف بالأرقام. والدليل على كده أنه لما تم الإعلان عن برنامج الطروحات واللي أثمر ليه في المرة اللي فاتت، شفنا السوق الموازية بتوصل 38 جنيه. الغريب بس النهاردة أنه مع ارتفاع سعر الدولار بدأنا نشوف أنه الذهب كمان أسعاره بترتفع، ولو أن ده برضو شيء ما يعتبرش غريب قوي، من المنطقي والطبيعي لأنه كل السلع في مصر بدأت تسعر في السوق الموازية. عند حضرتك سيارات 55، أغذية ومشروبات، وده اللي قاله الجهاز العام للتعبئة والإحصاء واللي كان سبب ارتفاع التضخم، 48 جنيه. هو ليه التضخم عند حضرتك بيرتفع؟ بيرتفع بمنتهى البساطة مش بسبب سيولة كتير في الأسواق، هو بيكون عندك سببين، إما سيولة كتيرة نزلت الأسواق أو في فلوس كتير نزلت السوق فالأسعار بدأت ترتفع، أو إنه التضخم بيرتفع بسبب السوق الموازية. البنك المركزي والجهاز العام للتعبئة والإحصاء بيعترف إن المؤشرات الجديدة للتضخم واللي هتكون مرتفعة الشهر القادم ومتوقع ليها الارتفاع أكتر الشهر القادم أكتر من 40.20 كان سببها السوق الموازية. اللعبة كلها يا جماعة بتتمثل في إنه التاجر أو المستورد اللي بيجيب لحضرتك أو بيستورد لحضرتك إزازة الزيت والسكر والرز والقمح وكل الكلام ده كله بيبقى عايز دولار، بيروح للبنك أو للبنك المركزي أو للبنوك الرسمية ما بيلاقيش، لأنه 30.90 مش سعر تنفيذ، هو للأسف ما عندوش. ليه؟ لأن السوق السوداء سحبت كل أموال المصريين من الخارج أو تحويلات المصريين من الخارج، وأي دولار بيدخل للبلد فالسوق الرسمي ما بقاش عنده. المستورد هيجيب منين؟ بيروح يجيب من السوق الموازي. بكام؟ ب41. طيب هيبيع لي ب41؟ اكيد لا طبعا، امال مكسبه وكل الكلام ده كله ولفته دي كلها واللفه دي كلها مكسبه هيجي منين؟ بيحط على ال41. اصلا هو السوق الموازيه ما بيديلوش ب41، هو بيشتري مني ومن حضرتك ب41 ويديله، هو يحط مكسبه وبعد كده التاجر يحط مكسبه وبعد كده السلع تنزل الاسواق، يجي التاجر اللي هيبيع، تاجر التجزئه اللي هيبيع لحضرتك يحط مكسبه، يبقى فيه هنا مكسب للسوق الموازية، فيه هنا مكسب للمستورد، فيه مكسب لتاجر الجملة، وبعد كده مكسب لتاجر التجزئة. السبب انه السلعة على بال ما بتوصل لحضراتكم بتكون وصلت لأرقام فلكية. في الأيام القادمة إذا بكرة إن شاء الله خلاص تم الإعلان عن انه مفيش تعويم، أو شفنا اليوم بيعدي من غير تعويم، بكل أسف متوقع انه السوق الموازية ترتفع كمان، هتزيد عن كده. ايوه للاسف هتزيد عن كده، وصلت النهارده 41، ده سعر التنفيذ بحسب المبلغ اللي موجود مع حضرتك والمحافظه اللي انت فيها. بكره ان شاء الله هنشوف ايه اللي ممكن يحصل، اسعار الفايده هيتم رفعها ولا لا، لانه الحقيقه رفع اسعار الفايده بيقوي قيمه العمله بتاعه اي بنك مركزي، يعني لو رفع اسعار الفايده بكره هو الطبيعي او المنطقي انه يقوي عملته، او انه كده بيقوي عمله الجنيه، بيبقى ضد حاجات تانية، لكن المفروض ان هو بيقوي عملة الجنيه برفع اسعار الفايدة، لكن للأسف بيكون لها سلبيات الناحية التانية بانه بيرفع اسعار التضخم. بكرة ان شاء الله هنشوف محافظ البنك المركزي بيطلع بيقول لنا ايه اللي ممكن يحصل في بكرة ان شاء الله في الاجتماع. التوقعات كلها متضاربة، ما اقدرش اقول لحضرتك ايه المتوقع بالظبط، ولكن في عند حضرتك بقيمة 50% انه هيثبت وبقيمة 50% انه مش هيثبت. اما بالنسبة للتعويم فبقيمة 95% مش هيعوم، وبقيمة 5% من الممكن يفاجئك ويعوم. بكرة ان شاء الله هنشوف ايه اللي ممكن يحصل، ولكن حضرتك المشهد القادم مشهد ارتفاع في اسعار الدولار لحد ما نشوف ايه اللي ممكن يحصل. اتمنى كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لحضراتكم واستفدتوا منه ولو بمعلومة واحدة. منتظر من حضراتكم لو استفدتوا بمعلومة واحدة يا ريت ما تنسوش تضغطوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. اشوف حضراتكم فيديو جديد وخبر جديد، في امان الله.